السلام عليكم، أسعد الله وقتكم بالخير والمسرات. موضوع فقرتنا اليوم جدا جدا مهم ويحتاجون الكثير من الناس، اللي هو بعنوان كيف تقوي شخصيتك. زي ما احنا عارفين علماء النفس اختلفوا في تعريف الشخصية، ولكن ببساطة وتعريف شامل للشخصية هي عبارة عن مجموعة من الصفات والخصائص النفسية والعقلية والجسدية اللي تميز الفرد عن غيره من الناس. وهذه الصفات والخصائص العقلية يكتسبها الفرد في خلال مراحل نموه، طبعا من عبر المدرسة وعبر الأسرة وعبر جماعة الأقران وعبر حياته الاجتماعية والثقافية والبيئية. الآن هنا السؤال، كيف احنا نغير شخصيتنا إلى شكل أقوى وإلى شكل أفضل؟ لأن إذا قدرنا نغير شخصيتنا ونخليها قوية، بالتالي حنستطيع أن نواجه الإحباطات والضغوطات في الحياة وننجح في الحياة بشكل أفضل وأحسن بكثير. المطلوب مننا هو جهد عقلي ونفسي بسيط مع تركيز في هذه النصائح حتى نغير شخصيتنا إلى شكل أقوى بإذن الله. أول شيء، توكل على الله سبحانه وتعالى في جميع أمورك، واقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام، وأدي صلواتك بشكل جيد، وخلي علاقتك مع الله علاقة جيدة، ولا تقطع صلواتك أو تقصر في عباداتك مهما كان. ثانيا، حاول أنك تعرف أخطائك وعيوبك، وبدل ما أنك تسقط على الآخرين أو تتجنبها أو تهرب منها، لا، حاول أنك تسجلها بورقة وقلم، ومن ثم تحاول أن تواجهها. تسجل نقاط عيوبك أو نقاط ضعفك، وتسجل أيضا المشاكل اللي أنت تواجهها، وبعد ذلك تجلس جلسة تأملية وتتفكر بشكل عميق كيف أنك تطور هذه النقاط الضعف، وكيف أنك تحل هذه المشكلات، ومن ثم تسعى على أرض الواقع بأنك تحل هذه المشاكل وأنك تطور نقاط ضعفك. حاول قدر المستطاع أنك تزرع الإيجابية جواك، تزرع الإيجابية جواك من خلال ترديد العبارات الجيدة والعبارات الإيجابية بينك وبين نفسك. استبدل العبارات بدل ما أقدر، ما يمديني، صعب علي، لا، غيرها إلى أنا أستطيع، أنا أستطيع، أنا أقدر. دائما عزز نفسك بنفسك. العبارات الإيجابية والحديث الداخلي اللي أنت تتكلم فيه دائما مع نفسك حينعكس على شخصيتك وحينعكس على سلوكك بشكل جيد. وحاولوا قدر المستطاع أن تبتعدوا عن الحقد والكراهية، وقدر المستطاع ركزوا على حاضركم، لا تركزوا على الماضي الحزين اللي ممكن يضايقك واللي يهز من نفسك واللي يهز من شخصيتك. لا، دائما ركز على الأشياء الإيجابية وركز على حاضرك، وابتعد عن الحقد والكراهية قد ما تقدر. وحاول قدر المستطاع أنك تماشي الناس اللي تتعلم منهم واللي تستفيد منهم، وأنك تستغل وقت فراغك بشيء مفيد، مثل زي قراءة كتاب أو قراءة قصة أنت تحبها، أو تتابع الأشياء اللي تعود عليك بالنفع والفائدة، أو تمارس الرياضة، أو تتناول الأكل الصحي. وحاول قد ما تقدر، وحاولي أيضا قد ما تقدري أنك تهتم بأناقتك وبلبسك وبنظافتك، لأن هذه تعكس دور كبير على قوة الشخصية وعلى الثقة بالنفس. ثق بنفس وبإمكاناتك وبمواقف. خططوا لمستقبلكم بشكل جيد، وتعلموا من أخطائكم وأخطاء غيركم، وابتعدوا عن الحقد والكراهية، وطبقوا هذه الأشياء على أرض الواقع، وتوكلوا على الله. والحلم بالتحلم، والعلم بالتعلم. فمان الله.